أم عودة تجر خلفها 72 عاما لتبحث في حقلها أين تخبئ نبتة الفقوس ثمارها. فهذه الحاجة واحدة من ملكات السهل الأخضر في دير بلوط بمحافظة سلفيد، وهو اللقب الذي يطلق على زارعات الفقوس في السهل. والله النسوان هن يعني من حدث ما صرنا نزرع ونشتغل احنا اللي بنشتغل النسوان بس. ليه؟ الزلمه يعني في بيروحوا بيشتغلوا في اسرائيل بيشتغلوا غير هالشغله، يعني احنا بس اللي بنشتغل خلص هيك، وهالزلمه رجعوا علينا واحنا غير اللي بنشتغل. امياتنا زرعين وستاتنا واحنا استلمنا الاشي نزرع. ولا قديم يعني من زمان، بجوز انه حوالي 40 سنه بنزرع الفكوس. موسم القطاف يمتد الى شهر ونصف الشهر، حيث يقطف الفقوس يوميا لأن ثمرته تكبر ما بين الصباح والمساء. تنهي أم عودة الجولة الأولى من قطاف الفقوس وتبدأ رحلتها الجديدة في بيعه على قارعة الطريق. والله أحسن إشي لفت عليه المحلاهن عندك مقطوفات بجنن. في للمخلل عندكم؟ في هيو. وهنا بلقطهن وبحطهن على الشارع هان لشان السيارات بمركن وببيع. اللي بيروح بروح واللي بضل يعني لولا المغرب ببيعه بروح. الفقوس يزرع في مايو ايار ويقطف في مارس، وبالنسبة لأهالي دير بلوط فهو هوية قريتهم ومصدر تباهٍ بهذا البساط الأخضر الذي يبدأ هنا ولا ينتهي هناك. بيعت القطفة الأولى لتعود أم عودة إلى البحث عن فقوسة تائهة أو مختبئة هنا أو هناك. من سهل دير بلوط، خالد القاسم، الحدث.